بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. زاد الرخاء في عهد سليمان الحكيم، وكان يأمر الريح فتحمل السفن في البحر. سبحان الله وبحمده، هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء، فإذا أرادها سريعة لتجري بالسفن في البحار صارت عاصفة، حتى إذا ما ركب سليمان البحر صارت هادئة. هيا احملوا البضائع الى السفن حتى تصل في موعدها. اتسع ملك سليمان عليه السلام، ووصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد. كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن، يدافع عن ملكه ولا يتخاذل. وبينما هم في مراسيم دفن الملك، تقف بلقيس أمامهم وهم قد وضعوه في قبره، والكل في حالة حزن لا يعرف شيئا عن الملك، لمن سيصير وإلى أين المصير. تبكي الجنود
ودموع بلقيس تنزل غزيرة حزنا على وفاة الملك والدها. تركت لك يا بلقيس ذهبا وحليا ولؤلؤا وخزائني كلها، فلتبارك الشمس. مولاتي بلقيس، هوني عليك واستعدي لحكم البلاد، فهي مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة، والكل يعتقد أني امرأة ضعيفة لا أستطيع الحكم والقيادة. وعليك أن تثبتي العكس يا مولاتي. ولكني لن أسلم من عروة. كلنا حولك يا مولاتي، لا تخافي. لكن عروة لديه من القوة والنفوذ ما يهدد به عرشي يا حورية. لن يستطيع. سنرى ماذا ستشهد الأيام القادمة. سنرى. أيها الناس، لقد مات ملككم. مات بعد أن أعطى مملكة سبأ ما أعطى، وأفنى عمره في خدمة بلاده، وقد ولى قبل موته عليكم ابنته. لقد أمرني والدي الملك ملكة على عرش سبأ. بلقيس! بلقيس! وكل ما كان يفعله أبي لن يتغير. ستظل الأشياء كما هي، ستظل القوانين كما هي، والعطايا كما هي، والقوات كما هي، والرخاء كما هو، وجيش سبأ كما هو قوي منيع. بلقيس! بلقيس! هيا هيا إلى حياتكم، اعملوا، فإن الشمس لن ترضى عنكم إلا بالعمل والفلاح.